بلشت الشغب من هي وبالاسانسير. زينة زيدي زميلة عزيزة إعلامية ممثلة ومهضومة وبتجننة. أهلا وسهلا فيك. ميرسي. أهلا فيك رانيا. ثانك يو. ومرافقك اليوم هشام أبو سليمان. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. حضرتك ممثل لبناني محترف، أستاذ مسرح معروف من أكثر من 17 سنة. أكيد كان عندك أدوار بارزة على خشبة المسرح، على الشاشة الصغيرة، على الشاشة الكبيرة. رح نحكي شوي هيك عنهم بالإجمال، ولكن موجودين نعم. معنا اليوم لأنه كان عندكم مشاركة بتمثيل مشهدية لبرنامج عاطل عن الحرية للزميل سمير يوسف يلي بينعرض طبعا على شاشة الام تي في. قصة هزت البلد بوقت قصة نسرين روحانا يلي تعرضت لعنف أسري وانقتلت على يد زوجة يلي كان عن سابق تصور وتصميم. صحيح. عم بيكون ناوي يعني على هالشر هيدا. كيف تقبلتوا انه تمثلوا بيه هيك مشهديه، علما انه بتعرفي يعني ببرنامج ما بيكون هالاكسبوجر الكبيره كتمثيل يعني او فيلم او مثل مسلسل او غيره؟ كيف تقبلتي زينه؟ هل انك اصحاب مع سمير يعني؟ هلا سمير بيمون، بس مش بس لاني اصحاب انا وسمير. لا اكشلي، لانه اول شيء ما بعرف اذا هشام بيوافقني رايه، بس نحن كممثلين بننطر دور يستفزنا، إذا كان خمس دقايق أو 30 ثانية أو شو ما كان الدور قديه وقته، مش هيدا الفكرة. الفكرة أنه شو عم بتوصل من وراء هيدا الدور. والأكثر من هيك أنه نسرين روحانا سيدة كانت موجودة، صار لها 4 سنين قتلت، فهيدا الشيء كمان كان تحدي بالنسبة لإلي. يعني الريسيرش اللي عملتها عن نسرين، القصص اللي تبعتها، الارتيكلات اللي انكتبت، المقابلات اللي انعملت مع أسرتها، كل هولي خلوني أنه أقبل مثل دور نسرين. سوري على كلمة مثل دورة، الله يرحمها. بس استفزني الموضوع وحبيت كمان ضوي عليه. نعم، كل واحد بيضوي بطريقته، أنا كممثلة أديت دورة فضويت على الموضوع. هشام طبعا يعني كأستاذ مسرح بفتكر هيدا هو الهدف. الهدف ليك بس تقلك شغلة، أنت قلتي أنه كيف قبلنا بالدور. عمليا يعني نحن قلنا الشرف نلعب أدوار تكون هالقد صايب الهدف وهالقد بتعطي توعية للعالم. أنا مثلا كتير بحب ألعب هيك أدوار مركبة. لما قريت النص شفت هيدي الشخصية قديش فيها حالات انفعالية وخصائص الممثل اللي بيقدر يلعبها. هلأ اللي صار، أنا كتير بحب مثلا ألعب الأدوار لطلاب الجامعة بأفلامهم. يعني كمان يعني أنت لما بدك تقدمي شي دراما، إذا أعطيتيهم ممثلين لهود الأشخاص كانوا برامج ولا أفلام لطلاب جامعة، بتزيد النيفو تبع العطاء. عرفتي كيف؟ فهيدا الشيء نحن مهمتنا كممثلين، يعني انه مش نقبل وما نقبل، لا بدنا نعمل هيدا الشيء لانه وجبنا. نعم. وبدور جون ديب يعني مثل ما قال انه مثل ما قالت زينه انه بيستفز الممثل هيك قصه هيك كومبلكس بالدراما حتى كمان وبالشخصيه، وحتى محللين النفس اللي طلعوا بالحلقه والقضاة والمحاميين يعني عطوا قيمة مضافة للحلقة. وهيدي هي الدوكيو دراما بالنهاية، يعني بدك تجيب ممثلين يشقلوا الحلقة، مش انه تجيبي اماتور ولا ناس يمكن ما يقدروا يعطوا حقه للدور. فممكن تقشط هيدا القيمة، خصوصي انه هالقصة حقيقية وقصة دقرت الناس، وقصة بعضهم الأشخاص موجودين يلي حوالي القصة يعني، وهون شغلة دقيقة جدا. قالت لي زينة انه عملت أبحاث على هالموضوع. مزبوط. والقصة كمان بدها تتمثل بطريقة انه ما تكونوا يعني ولا يكون فيها تجريح، حتى بالكتابة هلا رح نحكي كمان عنها، ما يكون في تجريح، ما يكون في أذى للمحيطين يلي بعضهم موجودين ويلي عم يحضروا وكانوا كمان متابعين كل هالموضوع. لما عملتي أبحاث، شو يعني عملتي الأبحاث؟ مع مين حكيتي؟ شو قريتي؟ كيف تعرفتي على هالسيدة الفضيلة يلي راحت ضحية هيك؟ أول شيء عملته رانيا هو بس حكينا نحن وسمير وخبرنا عن الملف القضائي. نحن لأنه عم نعمل دوكيو دراما منستند على هود الوقاية، عم نستند على شو نقال بالتحقيق وشو اللي نحكى. هلا للأسف نسرين مش موجودة تحكي عن نفسها،
جو موجود تيحكي عن نفسه. يلي عملته انا هو اني قريت تقريبا كل الارتيكلات يلي كانوا موجودين عن جريمه قتل نسرين روحانا. شفت كل المقابلات اللي عملت مع محيطها ومع اهلها، اللي انحكى عن العنف الاسري اللي كانت عم تتعرض له، وعملت هيدا الريسيرش وشفت صورها، فت على الفيسبوك تبعها كمان شفت اكثر شكليا مين هي نسرين، صورها هي واولادها. فهيدي كانت الرشاش اللي انا عملتها. بس استلمت الملف يلي سلمني سمير يوسف يلي فيه الملف القضائي والولاد يلي هن الوجع الأكبر. بفتكر كيف كانت ردات فعلهم، أو تعرفتي عليهم؟ لا ما تعرفت عليهم. تعرفتي على حدا من العائلة؟ ما تعرفت على حدا. مش تقلك تقلك شغلة عن كيف صارت يعني. نعم يعني نحن كمسلين عرفنا وجهة النظر من سمير بالتحليل، قعدنا نحن وياه فيه، بس اكيد سمير ما حكينا كل شيء لانه في اشياء قانونيه ما بتتخبر لكلمه، بس نحن كمسلمين مفروض نعرفها. مزبوط. بس برضه ما عرفناها. يعني في اشياء كثير عن الشخصيه ضلت موجوده، بس هيدي بتساعدكم لتبنوا الشخصيه كمان. صار في يعني نحن كمسلمين بقول لك بصراحه ما انعطانا كل المعلومات. أوكي. وهيدا الشيء يلي يعني هن بيحتفظوا فيه لانه شيء كثير دقيق. يعني هون عم بحكي بالبحث البيرسونال هشام، انه انت كمان يعني عملنا بحث شخصي كثير. يعني نبشنا وجربنا نلاقي قصص. صحيح. يعني انا هيدا اللي عملته، يعني انه جربت جمع كل شيء معقول يكون موجود بين ايدي تعرف ابني هيدا الشخصيه. يعني هلا بالنهايه يعني انه هودي الشخصيتين موجوده، يعني شخصيه جون ديب موجود والله يرحمها نسرين روحانا، بس جون ديب مثل ما شفته بالمقتطفات الصغيره انا مفروض ينعطاني كل الداتا اعرف حلل نفسيته. مثلا انا كممثل في كنت عبالي مثلا شوف كل المقابلات يلي صارت قبل ما صور، هيك بكون فكره التحليل النفسي شو قال القاضي شو قال، يعني هيدي التفاصيل ما عرفناها. بس برضو نحن كممثلين ناخذ بعين الاعتبار التحليل اللي اعطانا اياه سمير والجوانب القصه يلي صارت، وبنبني بالنهايه الاشياء الحقيقيه اللي صارت والتحليل الشخصي يلي بيبنيه خيال الممثل. يعني انا برايي خلينا نشوف مشهد لنشوف ونحس بكل هالامور يلي عم تخبرونا عنها بهالمشهد من عاطل عن الحريه. هلا بدك تخبريني كل شيء. خلص بطلت فرقة معي أنا، بطلت فرقة معي يا جماعة. أنا بشتغل مثل الكلب كل النهار تأصرف على الأولاد وعلى البيت، وأنت بتصرف على السم الهيرة تبعك. بال 2013 منصر حسنا، بال 2014 وأنت مصر تضل ترجع على ذات الموضوع، ما بدك تنسى بقى. خلص بقى يا جماعة ارحمني. شو عم تحكي انت؟ معقولة؟ كيف سقطت معك؟ اسكت اخرس وانسى هيك بكل بساطة. بدك يعني انسى؟ أساسي شغلتي كتير صغيرة، شربت مية القصة. كل بيحكيها مش مثل اللي بحسها. بحسها تحور بدور ترجع عزت الموضوع. أنا نسيت أنت ليه ما عم تنزل. لك عم حللها مش عم تقطع معي. اللي مزعج انه نحن وعم نحضر عم نتخيل شو صار بالحقيقه. زينا هلا رح تبكي. صاير اكثر. ايه لانه ايه يلي عرفنا انه صاير اكثر بعدين. ايه انه بفهم شو عانت، حسيته وقتها كنت عم بلعب الدور انا وهشام. قدرت اعيش احاسيسها، يعني امراه معنفه عم بتعاني هالقد وضلت سنين عم بتعاني. وبفتكر ايه الله يرحمه بالنهاية انه
يعني هيدا الشيء مش مقبول لا يصير بالمجتمع ولا يصير يعني من اي شخص بفكر بالانسانيه. يعني هلا اثنيناتهم غلطانين مش طرف واحد. توصلوا لهون اثنيناتهم غلطانين بس ما بيبرر الجريمه يعني. نعم. شو اللي وجهك اكثر شيء وشو اللي قدرت تعطيه بالدور زينة؟ اللي وجعني اكثر شيء الاولاد. يعني جربت خيال حالي انا الام يلي عندها ولدين وبمطرح مضطره تنفصل عنهم لانه بدها تنفصل عن زوجها وبمطرح تاني بدها اياهم لانه هدول اولادها وبفتكر ان هن الضحيه الاكبر. خلينا نشوفهم بهالمشهد. برافو البطل. اوكي يلا اجانا تكار. نفتح السيارة واصل مشوار صغير وراجع. ما بدي تليفون بدي بس المفاتيح. مشوار صغير وراجع. كيف بتصنف او كيف بتوصف طبعه لزوجها؟ لانه يعني بمحلات مثل ما عم نشوف هون رجل نايم. التحليل النفسي اللي بالتحليل النفسي اللي صار انا يعني شفته بعد يعني حضرته مثل ما حضروا العالم. صح. المحلل النفسي اللي قال انه هيدا الزلمه معلق بمرته لدرجه تملك ولدرجه انه مش قادر يشيل فكرة أنه هي ما تكون لإله. ولما انفصلوا وطلع الحكم القضائي لصالحها أنه تاخد الأولاد ويدفع نفقة صار في عنده ضغط نفسي واحتار هيدا الزلمة أنه شو بده يعمل أنه لا نسرين معه لا الأولاد معه والحكم القضائي ضده وحطت عليه أنه ممنوع يقرب على البيت. يعني تفاقمت هاي الخبرية لشخصيته وغير هيك هو بيتعاطى يعني منه متزن وبعدين في هوس مهووس. يعني هيدا الشيء واضح وتمام بالتعلق يلي انه يا الي يا روحي موت. بررت له لما تعرفت على شخصيته؟ لا 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 ما ببرر ولا ممكن. يعني ولا ممكن هيدا الشيء يصير. وانا بالمناسبه بقول انه مشكله مش بجانديب مشكله بالتربيه وبالضغط والضغوطات الحياة. يعني في كتير جانديب بس ما نوصلهم لهون. يعني هيدي بتبدأ بتوعية المجتمع وهيدا هدف البرنامج عطل الحرية هي توعية العالم لما يحضروا هيك جرائم يعني يتعظوا منها. نعم. فإذا بصير الأمور تمام بالمجتمع وفي إصلاحات وفي تربية فنية بالمدارس وفي وعي فكري من الدولة للمواطن يعني كل هيدي في إنه نتعلم من هيك جرائم أكيد هيك يعني ما بنوصل للجرائم إذا نحن مؤسسين صح كمجتمع سليم وصحي. زينة أنت شخص قوي، أنت امرأة قوية بتدافع عن حقوقك، بتعرفي شو بدك، بتوصلي لأهدافك، عملتي حالك بحالك. معناتها يعني في شبه نوعا ما بشخصية نسرين يلي كمان ناضلت وقررت تكمل للآخر ووصلت للي بدها إياه. اليوم من بعد ما لعبت هذا الدور بتقولي يا ريت ما ناضلت، يا ريت ما عملت هيك، بتقولي يا ريت سكتت. أنا بقول يا ريتها نظرت قبل بس ما كان صار زي الشيء. ما بعرف اللي مش يعني المطرح بمطلتي مبسوطة، مطرح ما عم تتعنفي، مطرح ما في إنسان عم بيأذيكي، ومطرح ما أنت بتصيري كمان هالإنسان اللي عم يأذيكي عم تخليكي بمطرح تأذي حالك لأنه أنت بطل حب حالك. هي فلت يعني هي تراكمت القصص تفلت. أنا يا ريت كل سيدة بتكون معرضة لحيالة موقف فيه عنف أو فيه إهانة لكرامتها أو أي شيء تحمل حالة وتقول لا وتفل وتعمل المستحيل أنه تضل حامية نفسها.
بس يمكن هي عملت المستحيل لتحمي عائلتها. ونحن كمان مثل ما قال هشام نحن مربيين على هيدا الشيء انه الام تتحمل تطوي البالها تعمل كل شيء لحتى ما تخرب العائله لحتى ما تفرق الاولاد عن بيهم او ما يتفرق تتفرق العائله عن بعضها. افتكر هون هيدا يمكن الموضوع اللي كان هلا عم نحكي عن حدا انظلم لدرجه الموت يعني وما لنا حق ابدا نحن نحكم ولا نحكي ولا نعطي راينا. ولكن قد ايه اليوم هالشخصية اللي هي جان قد ايه قدرت تفرج من خلال التمثيل هشام قد ايه استفزها قد ايه اخذ ادفانتج من صبره من بقاء معه لحتى وصل اخر شيء لهالعنف هيدا. بس تقول لك شغله اثنيناتهم ماتوا اثنيناتهم هو عمل تحليل ذاتي حتى هو بالحبس بالمقابله اللي طلع فيها انه انا لو بعرف اني رح اوصل لهون ما بتطلع ما بجقر حدا يعني عمليا مات عمليا صار في عنده تحليل ذاتي انه انا اللي عملته كثير غلط بس انه تو ليت بس بدي اعيد جملتها يا ريت عمله قبل يعني تو ليت تو ليت. هلا المهم نحن بس اقول لك شغله انا يعني مش رح برر صحيح لجان ولا رح برر لنسرين الله يرحمها. اثنيناتهم غلطوا اثنيناتهم وصلوا الامور لهون يعني كانوا راضيين لمطرح ما وصلوا يعني هي كمان غلطت وهو غلط يعني انا بتحليل الذاتي اوكي. هلا انا كممثل كيف بشوف هالخبريه وكيف حللت القصه يعني بما نعطاني من معلومات تابني هيدي الشخصيه بما نعطاني وقت يعني انا هيدي الحلقه اكيد سريعه اعطاني النص قبل باربع خمس ايام وقعدنا ويعني بما اتانا من معلومات وتحليل اعطينا بيومين تصوير صح. بس هو هيك انا اذا بتجيني لهيك دور اذا بدي العبه العبه بتقنياته ومثل ما شفته على الهواء وكيف بكي وكيف عطى ديتايات عن تعلقه بنسرين انا بدي شهرين ثلاثه تحليل بس هيدي قويه كثير بالتمثيل يعني وحضرتك يمكن لانه هالقد عندك خبره واستاذ تقدر توصلها للناس تعاطفوا بمحل ما مع الجلاد تعاطفوا بمحل ما لما مثل ما عم بيقول انه فهموا له نفسيته فهموا شو دار بعقله فهموا شو دار بقلبه نوعا ما تعاطفوا المجرم مع المجرم مجرم انسان وهيدا على كل حال هدف او هيدا من اهداف برنامج سمير يعني ويلي فعلا بنوجه له تحيه كبيره. انا بظن رانيا سارية بس انه الناس تعاطفوا مع ندمه لجان مع ندمه اكثر من مع جان يعني وقتها حكى قديش هو بحبها وقدين ندمان وقتها قال انه يا ريت ما صارت هالساعه. بفتكر الناس تعاطفت مع مع بس مع الندم جان نعم بس مجرد ما كان حقيقي ومجرد ما بين للعالم قديش هو ندمان وقديش انه يا ريت برجع لورا حتى اصلح يعني هيدي اللي يا ريت رح بحقيقيته نقلها للمشاهد لانه لما ينقل هيدي الحقيقيه انتبه لانه حقيقي ما كذب الزلمه عم يعمل نقد ذاتي انه انا غلطان نعم. بس ما ببرر الجريمه برجع بقول بين قوسين بس هيدا اللي يا ريت تبعه انا اعطاني اياها واعطاها لك واعطاها لكل مشاهد وصلت. انه انا يا ريت ما اتصرف يا ريت عد للعشره قبل اي تعصيبه ممكن تصير اي نبره ممكن تطلع على على خيي على جاري على على الدكنجي على واحد بالشارع يعني هيدي انت وصلتها للناس من خلال هالتمثيل. ما بعرف اذا عنا وقت نشوف هيك مشهد صغير بعد شي مشهد هيك عنيف من هالحلقه هاي قبل ما نتابع لانه ضيق وقتنا لليوم. يعطيك العافيه يا هلا. بدي أقدم شكوى إذا بتريد. بخصوص جوزي. شو قصته؟ عم يضربني سحب علي السكين عم يتعاطى وأنا بشتغل نهار وليل وبصرف المصريات تا يتعاطى فيه. تفضل. عايشت ما بقى تنحمل بيري حددني بالسكين وأنا أكد أنه معقول يقتلني بدي أكون أنا أولادي منيح شو لازم أعمل؟
رح بدنا ننهي هالحديث بشي فرح، لأنه كتير بزعل كتير بتأثر عن جد يعني، وعم نشوف المراحل اللي مرقت فيها كمان نسرين. بدي أعرف شو محضرتي لنا زينة؟ إعلام تمثيل شي غنية ما بعرف، لأنه معك ما بعرف شو خبي. هلا إن شاء الله يعني بتوقع كل شيء. أنا صرت إنه وين بدأ الحياة تاخدني رح تاخدني. بس انت وين بتروحي اكثر زينه؟ اعلام تمثيل. طبعا تمثيل يعني. أوف. الاعلام هو غرام كمان بالنسبه لي يعني، انه ارجع على الشاشه او ورا ميكروفون راديو بتمنى. بس التمثيل هو الهدف الاول عندي يعني. وانت خريجه معهد فنون على كل حال صحيح يعني. تمثيل واخراج، فهذا هذا الحلم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله راجع. على كل حال كنت عم تمثلي مؤخرا بافلام طلاب و... وانا بوفقكم الراي على فكره شخصيا، انه افلام الطلاب هن من احلى الافلام يلي ممكن ممثل يعطي فيهم، لانه بده يعطي اكثر ليساعد الطالب من جهه ومن جهه ثانيه الافكار صح، والفيلم بيعلى. ومن جهه ثانيه ما بعرف قد ايه مزبوط هشام حضرتك من وراء خبرتك، انه الافكار بتكون جريئه اكثر كمان، وبيكونوا نضاف الطلاب وبيكونوا على بالهم يعملوا شيء، فهيدا الشيء ممكن يترجم له اياه ممثل انه محترف. صحيح. اذا جابوا اماتور يمكن ما يعلي لهم الفيلم والفكره تبعهم. شو عنا نيكست؟ مسرح، تي في، سينما، كله كله. في مسرح، في مسرح توجيهي، في عندي مسلسل رح ينزل قريبا على الام تي في اسمه كارما، انا ورودني حداد وستيفاني صليبه وتقلى شمعون ورفيق علي احمد، هيدا رح ينزل ان شاء الله بالموسم الجاي. وعندي كمان ميادة وولادة، شكران مرتجى كوميدي واضح من العنوان، كارلا بطرس وانا ومجموعه نجوم من سوريا ولبنان كمان. نعم. انا بدي اقول لكم يعطيكم العافيه، موفقين. زينا قليل لنشوفك بهيك اجواء دراميه مع بعضين على بسمتك الحلوه على طول، وان شاء الله ما بنشوف الا البسمه، وبنتمنى عن جد من خلال هالتمثيل الحلو، من خلال هالبرنامج كمان الحلو، انه ما نرجع نشوف اي تعنيف من هالنوع بلبنان. يا رب بكفي الام تي في عم بتضوي هيك اشياء، وبتكفي بكفي عندها اكثر من برنامج لهيدي التوعيه. وعاطل عن الحريه هو برنامج عن جد يعني اسمه رنان، عاطل عن الحرية. وأنا قبل ما أعرف البرنامج وقبل ما أحضره، أنا يمكن ما كنت أحضره كتير، بس مجرد من دعاني سمير قلت لا لازم أبصم بهذا البرنامج يلي عن جد هلقد توعبه. تحية كبيرة يا لا سمير يوسف وجورج وراي وجورج وراي كمان. بدنا نختم زينة، يلا نختم أنا وياك. تفضلي. شكرا لوجودك هشام وسليمان. زينة زيادة تفضلي نختم. لهم ننتهي الحلقة. ميرسي ميرسي لإلك. أهلا وسهلا فيك. وثانك يو على الحوار الحلو، ولهم نكون وصلنا لآخر حلقتنا. بنشوف يوم بكرة والتمام. أكيد طبعاً أنا بشوف الأسبوع الجاي. الأسبوع الجاي. وموعدنا بيتجدد بكرة. تاكل لكم ويكند. باي باي.